بغيتوا تعرفوا شنو قال زهركم اليوم؟ ايوا اجيو معايا نكتشفوا جميع. ونبداو ببرج العذراء. هاد اليوم كيبشرك فترة مليئة بالمستجدات وغيستمر الوضع على ما هو عليه طوال الأسبوع، ولكن بلا ما تخاف غتكون نتائج على قدر الأمل والطموح. وما تغامرش بمستقبلك الصحي على حساب ساعات عمل إضافية اللي ماشي هي اللي غتغنيك. وعاطفيا ناسبك الظروف الحالية وكتشجعك على اجتياز العقبات وتدليلها واخا ما غتبان لكش النتائج ديك الساعة، راك غادي في طريق صحيح. ونمشيو لعند برج الاسد. كتمر بيوم من الاحداث المهمه اللي تخليك تضطر للصبر والاستعانه بكل هدوءك للتغلب على المستجدات. ممكن تغلب على القلق والاضطراب باللجوء الى عالم نفس، ماشي عيب. وعاطفيا كتخلص من الصراعات مع الشريك او مع الزوج، وغادي يطربك الحبيب ديالك بالكلام الجميل باش يتقرب منك اكثر فاكثر. وبالنسبه لبرج السرطان، غيخليك هذا اليوم اكثر انفتاح على بعض المؤسسات والافكار والزملاء، وغتحسن العلاقه بالمحيط الخارجي وبالمتنافسين. والعلاج النفسي غيفيدك في التخلص من رواسب الماضي وايجاد الحلول لمشاكلك. وفي حياتك العاطفيه غتحلى لك اللقاءات، وراك كتمنى تبقى جنب الحبيب فتره طويله باش تعبر ليه على حبك الكبير ومدى تعلقك به حتى لاخر العمر. والزهر تيقول برج الجوزاء اليوم راك مقبل بحماسه كبيره على الحياه، وكتاخذ قرارات مناسبه كتنال اعجاب الجميع. وما تحشاش نصك، الا بغيتي يومك يكون مريح خاصك تنال الساعات الضروريه باش تفيق نشيط وان فورم. وعاطفيا كتميل لشخص كتعرفو كيحرك مشاعرك، وراك كتفتش في دفاتر الماضي وكتبحث على حب قديم ناوي احيائه. غير كمل، راه النجاح في اخر المطاف غيحالفك. ونجيو لعند برج الثور. ما تخليش الاخرين يدخلوا في شؤونك خوفا من تعريض وظيفتك او مصالحك العامه للخطر والفشل. وكثرت الضغوط اللي كتعرض ليها ممكن تنفجر وتحطم وضعك الصحي، فانتبه وافتح عينك مزيان. وعاطفيا تخلص من سوء تفاهم مع الشريك، وحاول تقول ليه الحقيقه فاس وباش تعرف شنو كاين وتكشف امامك كل الاقنعه وتصبح الامور اكثر وضوح. والنهار طالعه فيه الشمس عند برج الحمل. هذا اليوم غيخليك اكثر قدره على اتخاذ قرارات ماديه مناسبه، وغتبادل الاراء مع اشخاص قادرين على نصحك، وممكن تبنى وجهة نظر جديدة. كن حريص على نوم ساعاتك المطلوبة باش تبقى نشيط في عملك. وفي حياتك العاطفية اليوم ممتاز، وغيحالفك الحظ في إشاعة السلام والحب وتقريب وجهة نظرك بينك وبين الحبيب على مختلف المصاعد. ونجيو لعند برج الحوت. اليوم كيحمل لك كم من النقاشات الجيدة والنجاحات في الاتصال والتواصل مع فئات كبيرة، فما تخليش الأفكار السوداء تسيطر عليك، والرياضة هي أفضل الحلول لاكتساب صحة ومورال جيدين. وعاطفيا ممكن يضغط عليك الشريك ديالك في سبيل توضيح الأمور المستقبلية، فكن جاهز ووضع ليه النقاط على الحروف. واللي برجو الدلو ممكن تراجع المعنويات ديالك وتشعر بالتشاؤم وتهتز شجاعتك، لكن قادر على تخطي هذه الامور بذكاء. حاول تمارس الرياضه بانتظام حيت غتكون مفيده لصحتك الى ترافقت مع حميه صحيه. وعاطفيا ما تكونش متعدد العلاقات، وبحث على الاستقرار في علاقتك العاطفيه قبل ما تفقد كل شيء، راه اللي تيبغيها كامله كيخليها كامله. وبرج الجدي كيستافد ماديا واجتماعيا من بعض التطورات، وتيقطف ثمار التحركات الماليه، وغتجيه المساعدة من شي زميل. وحدد أولوياتك الصحية باش تحافظ على رشاقتك وحيويتك ونشاطك. وفي حياتك الخاصة بيني وبينك، توحشتي الحبيب ديالك بسبب انشغاله عليك بأمور هي في نظرك ما كتسدايش الاهتمام الكبير بها. وأجيو نشوفو برج القوس اليوم كيف دير زهرو. كتخلص هذا النهار من بعض القلق بشأن وضع مهني كان كيضغط عليك وكيثير قلقك وكيوتر أجواءك العائلية. كيف ما كاين تابع قلق دائم كيسبب لك ارق وانزعاج بسبب ضغوط العمل المتواصله. وعاطفيا اعتبر اليوم مناسب بزاف لدعم العواطف والعلاقات. مزيان سيدي، سعاده وطمانينه وانسجام غتجمعك مع الشريك اكثر من اي وقت فات. وصلنا لبرج العقرب. انت من النوع اللي كيمهل لكنه ما كيمهملش، وخصوصا ان الوضع اصبح لا يحتمل، وهذا الشيء ممكن يترك انعكاسات سلبيه. ومراحل السعادة العافية والنشاط ممكن تكون طويلة بعد الإهمال المتزايد للوضع الصحي. وعاطفيا ما كتحتاجش اللي يتوسط بينك وبين الحبيب على الرغم من المشاحنات والاصطدامات بين المواقف والآراء، وراك انت اللي غتبادر التقرب منه. ونختموا ببرج الميزان. اليوم مميز للنقاشات والاتصالات والأعمال، غتتاح لك فيه فرصة مناسبة لإدخال تغيير إيجابي على حياتك نظرا لأهمية الارتباطات والمسؤوليات. وما تغرقش نفسك في مشاكل سطحية اللي ممكن تسبب لك فيما بعد أزمة صحية انت بغينا عليها. وعاطفيا غيكون اليوم التفاهم هو مفتاح كل الامور المستعصيه، وهذا بدون شك في مصلحه علاقتك بالشريك حتما. بهذا مشاهدينا عرفتوا شنو قال زهركم اليوم، وغادي تعرفوا شنو كيقول زهركم غدا مع ايمان على شوف تيفي.